المعنى يقول يا من سكن في فؤادي واحتجب في صعوده. المعنى يقول يا من سكن في فؤادي واحتجب في صعوده. كم يكون مشفى أفاتني وانبعادي لا جزى من يعوده. إن جسمي نحر جرى هذا التمادي. إن جسمي نحر من جرى هذا التمادي. يا مطول صدوده شرط الوفاء في الحب ترك البعادي للمعنى وزيده. بلتزم مذهبي واسمح برشفان صادي من حمية برودة. داوي قلبي بها من قبل يقلق فؤادي. داوي قلبي بها قبل يقلق فؤادي بالهوى من وجوده. حمل مشتكي مظلوم كم لينادي والمدامع شهودة. فأنا ممتثل والقلب وافق مراضي رؤيتك يوم عيدة. بعد فيك الكرم يا منيتي بالسهادي. بعد فيك الكرايم يدي بالزهادي. وانت مانع رقودة. وانت مانع رقودة. يا سلام يا سلام الله يا حما من جرب الحاني. يا سلام يا سلام الله يا حما من جرب الحاني. صابني من بدي خلق الله. صابني من بدي خلق الله. صابني غير الله احياني. يا سلام صابني غير الله احياني. قال لي هل شفت عبد الله؟ قلت جنبي وانا داري. قال لي هل شفت عبد الله؟ والله قلت جنبي وهو وسط قلبي.
يا سعدي عليك عليك الله هاتي رقمك قبل تنساني هاتي رقمك قبل تنساني يا سلام سلام الله يا حما يا سلام الله صابني غير الله أحياني صابني غير الله أحياني صابني غير الله أحياني واصل واصل ارجع 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 وسيم تأخرت ولا غيرك يسليني
ما قدر لي هجر ولا غيرك يسليني ماني صابك مداوي غيري منك فيك وانشا تقدر على ظلمي وتشفيني الله رقيبك لأني ما أضيق أجفي الله رقيبك لأني ما أضيق أجفيك يا ليلى دا يا لدى يا ليلى دا يا لدى يا ليلى دا يا لدى يا ليلى دا يا لدى